في ليبيا تعاقبت حضارات كالإغريقية والرومانية وبقيت بعض آثارها شواهد عليها لغاية يومنا الحالي، لكن بمنأى عن نظر المسؤولين والمعنيين بملف الآثار. ففي منطقة توكرا التاريخية مياه البحر هي من تنقب عن هذه الحضارات، حيث يظهر المواطن أكثر حرصا من حكومته على ثروة البلاد السياحية. الآثار في ليبيا أصبحت أمرا مستهانا به. مواطن يسكن في مزرعته بين أبنائه يحمي مقابر ترجع إلى القرن الثاني والرابع قبل الميلاد، وفي الوقت نفسه المسؤولون يغرقون في سبات عميق. في ساعات الصباح الأولى بين الجزر والمد على شواطئ مزرعته تخرج آثارا وتبزغ أوانا فخارية تعد رمزا إلى قبور في حقبة من الزمن. أولا أنا مواطن من مدينة توكرة الأثرية، قمت طوعيا بتسليم مقتنيات أثرية تعود للقرن الثاني والرابع قبل الميلاد. المقتنيات الأثرية منها 17 قطعة اللي هي فخار، 22 قطعة فخار و17 قطعة معدنية. في بداية أحداث ثورة 17 فبراير، والمجموعة الثانية اللي تو عثرت عليها في منطقتنا اللي هي منطقة توكرة، وفي المصيف اللي مهمول شط البحر، عليه شط البحر ويطلع فيه المقتنيات هذين أثرية. المجموعة الثانية مجموعة اللي هي تكون من 9 قطع، وفيهم قطعتين مرسومات وقطعتين من عملة النقدية القديمة. حيث قام المواطن إدريس محمد سالم، وهو صاحب هذه المزرعة والتي تقع غرب المدينة الأثرية، وقد قام بتسليم مقتنيات جنائزية من فخار ومصابيح إغريقية وأوان صنعت محليا تؤرخ إلى عدة قرون قبل الميلاد، كما ذكرت إحدى الصحف المهتمة بالآثار. والله الحكومة المؤقتة نبوها ترد بالها من الآثار ومن السياحة، أقل شيء ترد بالها. يا سيدي مش قادرة ترد بالها، تكلف ناس قلبها على الوطن وترد بالها، لكن هم نحن أنا مخاطب من قبل الوزارات، مش مخاطبة ماشي لهم بروحي الوزارات، وما صار شيء، مازال مهمل كيف ما جيتوه تو انتو. والمقبرة هذه قالوا يعاود للقرون ما قبل الميلاد، اللي قاعدة مهمولة عندنا هنا على شط البحر، ممكن العظم يكسر فيه تو الميه وتطلع فيه بر. نبو الحكومه تجي ترد بالها من المكان هذا بس. فالشكر والتقدير لهذا المواطن الذي دعته وطنيته وحرصه على تسليم هذه الاثار التي بحوزته، فهذا وان دل يدل على وطنيه وحب هذا الشعب لارضه ليبيا الحبيبه. ملف اخر مهمل، السياحه والاثار. السياحه والاثار في هذه المنطقه بالذات تعتبر مهملة إلى حد ما، فالأثار بين أيدي المواطنين أثار ترجع قيمتها التاريخية إلى آلاف السنين قبل الميلاد، فمتى يجب على الحكومة أن تضع لجانا متخصصة لجمع هذه الأثار؟ لقناة ليبيا لكل الأحرار، رجاب بليبلو، توكرا.